يعني العدالة الظاهرة يكتفى فيها بالإسلام، بإسلام الشاهد المستور الذي لا يعلم عنه مفسق. فشخص مسلم ومستور الحال لا يعلم عنه مفسق، نقول هذا عدل ظاهرا، ظاهره العدالة. إذا أردنا العدالة الباطنة، فالعدالة الباطنة تتبين بالسؤال عن الشخص وتزكيته ممن خبروا باطن حاله، إما بمعاملة بينهم وبينه، أو جيرة، أو سافروا معه، فهؤلاء لهم خبرة باطنة بحاله. هؤلاء إذا زكوه فهو عدل باطنا. الشيخ يقول إن الشهود يعتبر فيهم العدالة الظاهرة والباطنة، ولهذا القاضي إذا كان لا يعلم عدالتهم يطلب لهم مزكين، يطلب لهم مزكين.